يعني لينا مناظر ممكن العين بتدمع عليها، يعني ناس متأثرة تأثير كامل جدا، منازل بالكامل يعني سقطت، وأكيد يعني خسائر كبيرة جدا، خسائر في الأرواح، خسائر في الممتلكات، يعني خسائر كثيرة جدا. خلينا نطلع لمدينة من مدن بلادي الجميلة ونمشي لشمال دارفور ولحاضرتها الفاشر. معنا الزميل ياسر آدم يحدثنا عن الفيضانات وما يدور الآن في مدينة الفاشر. ياسر صباح الخير عليك. صباح الخير، كيف حالك؟ إن شاء الله كويس يا ياسر. الحمد لله بخير. الحمد لله. ياسر حدثنا عن شمال دارفور تحديدا، يعني ومدى تأثر هذه المنطقة بالفيضانات والسيول والأمطار. نعم، شمال دارفور كل عام تعاني من مشاكل في السيول والأمطار، خاصة في مناطق ذات الهشاشة العالية التي لأنها ذات هشاشة عالية. معروف ان عدد من المحليات في ولايه شمال دارفور تاثرت هذا العام بالسيول والامطار. من هذه المحليات محليه العيد التي تضررت المئات من الاسر من الامطار والسيول التي اجتاحت المنطقه مؤخرا والتي ادت الى دمار كبير في المنازل. كذلك في محليه كبكابيه كذلك فيضان في الوادي الذي يشق المدينة. هذا الوادي بالإضافة للسيول اجتاحت عدد من المناطق، خاصة في المناطق التي كان يسكن فيها بعض النازحين. نعم. فتأثرت مئات الأسر، وكذلك هنالك أرواح فقدت في السيول التي اجتاحت مدينة كبكابية. هناك جهود بذلت من حكومة الولاية ومن المنظمات لمعالجة الأوضاع في محليتي كبكابية والعيث، وكذلك جهود كبيرة جدا من بعض الخيرين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مناطق متأثرة بالسيول والأمطار. هنا في مدينة الفاشر هنالك عدد من الأحياء صنفت بأنها ذات هشاشة عالية جدا، ربما فات العشر أحياء في مدينة الفاشر تأثرت كذلك تأثيرا كبيرا بالسيول التي اجتاحت المناطق وتهدمت عدد من المنازل، لكن لا توجد هنالك أي خسائر في الأرواح، فقط خسائر في الممتلكات وفي المباني. الوضع ما زال كذلك يحتاج إلى كثير من الجهود لمعالجة أمر هذه السيول. هنالك سدود ترابية عملت على عدد من الوديان من الحد من فيضان هذه الوديان في بعض المناطق المتاخمه لهذه الوديان. كذلك من الاشياء التي تاثرت والتي ربما يعني كثير من الناس لاحظوا ذلك هي بعض المقابر التي غمرتها السيول، وخاصه في منطقه حي اولاد الريف هنالك مقبره كبيره جدا جرفتها السيول واخذت معها بعض الجثث التي كانت في تلك المقبره والتي زارها والي شمال دارفور ووجه باجراء المعالجات اللازمه، لكن ربما يصعب ذلك في ظل هذا الوضع وفي ظل هذا الخريف، لأن ذلك يحتاج إلى كثير من الجهود، يحتاج إلى كثير من المال، إلى ياسر يعني كبيرة جدا. نعم ياسر، الضرر كما ذكرت كبير يبدو، يعني الحمد لله إن ربنا سلم الأرواح، لكن فقدان الممتلكات والمنازل ما بالشيء السهل يعني، وإنما بتأثر به المواطن كثير جدا. حدث ما حدث وتأثرت المنطقة بصورة كبيرة، لكن كيف تسير الحياة الآن أو حاليا في هذه المنطقة؟ شكل الحياة العام كيف؟ الحياة العامة تسير يعني بصورة طبيعية برغم المخاوف التي يديها المواطنون، خاصة في مناطق الهشاشة التي ذكرتها. هنالك معالجات تمت لبعض الأسر من معينات بسيطة ربما تعينهم على العيش، لكن هنالك جهود كثيرة لإجلاء هؤلاء المواطنين خاصة في مناطق الهشاشة العالية إلى مناطق أكثر أمنا
حتى يكونوا في مأمن من السيول والأمطار. نعم ياسر، يعني توقعات للأيام القلائل القادمة، تحدثنا عن الوضع الآن، الوضع في الأيام القادمة هل هنالك استقرار ولا ممكن الوضع يكون أكثر سوء؟ يعني كل الاحتمالات واردة، خاصة في مناطق قرب الأحياء، بعض الأحياء قرب الوديان ومجاري السيول، هذه تظل المخاوف فيها كبيرة جدا. لكن الذين تم إجلاؤهم إلى مناطق أخرى هم الآن في مأمن. ربما يحتاج الأمر إلى كثير من الجهود، هنالك جهود بذلت من اللجنة الهندسية المنبثقة من اللجنة العليا لطوارئ الخليط، بذلت جهود مقدرة برئاسة الباشمهندس فليز عبد الماجد، بذلت جهود مقدرة للحيلولة دون تأثر عدد من المنازل والأسر بالسيول والأمطار. يعني هذه اللجان التي ذكرتها هي لجان خاصة بالمنطقة أم لجان تتبع للحكومة، ولا يعني وين دور الحكومة؟ هل تمت الحكومة قامت بزيارة المنطقة والوقوف على آثار الفيضانات والسيول أم لم تقم بالزيارة؟ اللجنة العليا لكوارث وطوارئ الخريف هي لجنة حكومية تشمل مسارات خاصة باللجنة الهندسية المعنية بمعالجة المشاكل الهندسية، سواء كانت في الطرق او في مجاري المياه او في مناطق السيول. هنالك لجنه كذلك لجنه صحيه معنيه بمعالجه قضايا الصحه وصحه البيئه خاصه وتوفير معلات لمقابله اي طوارئ في فصل الخريف. هنالك لجنه كذلك انسانيه، لجنه معنيه بتوفير العون الانساني للمواطنين المتاثرين. هذه اللجان كلها تعمل في منطقة واحدة هي تحت رعاية والي شمال دارفور الأستاذ محمد حسن العربي، وتعمل بجد وتجتمع اجتماعات راتبة لمعالجة كافة القضايا التي تطرأ، وكذلك لمقابلة أي أعمال أخرى طارئة. والآن علمنا أن هنالك وفد من لجنة طوارئ خريف في الخرطوم لجلب بعض الاحتياجات للمواطنين المتأثرين في المواطنين. نعم الزميل ياسر آدم، يعني شكرا لك لأنه نقلت لنا ما يدور الآن. نعم. في الفاشر، وإن شاء الله الجهود تستمر حتى كل مواطن ينعم بحق الحياة على طبيعة. لينا حنطلع وكل المشاهدين لفاصل، إن شاء الله نتواصل معكم عبر صباح الشروق.